فكره كان الرئيس شامل ده جدا. بقى في عندنا وزير قطاع الاعمال حد هايل جدا، قدر ان هو ياخد بعض الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا بتكلم عن عادل، بتكلم قطاع العام مش خاص قطاع العام، ففي فرق بين عشان ده ما نقولش ان احنا بنطالب بالخطر، لا في فرق بين الخطر وبين اعاده الهيكله وزي ما قلت طبعا عن الفرصه المصريه في ذاتها. خلاص يعني طريق الفرصه المصريه، لان الفرصه بتمثل بالظبط زي البنوك ولكن بدون فرص. يعني انا بدخل بأضيف او بشتري او بستثمر داخل الفرصه المصريه كشركه كبيره، مش بتكلم عن الافراد، لا كشركه كبيره او كمصنع كبير، هو بياخد من الفلوس بدون فايده، ان هو مش بيتكلف فايده او بيتكلف تكلفه وعيه بعد كده الموارد بتاعته او الديون اللي يكفل بيها في الفتره اللي بعدها. يمكن برضه انا وجينا قاعدين دلوقتي اتكلمنا عن بعض الافكار استفدتها جدا من الكلام بتاع حضراتكم. يعني طبعا كلمة كبيرة طبعا في الدنيا، يعني انا طبعا جميل جدا احسن من الاول الكلام بتاع حضرتك، احنا هنقعد مع بعض لحد